مطلع إبريل الماضي أصيب عبد الرؤوف الخضيري بفيروس كورونا المستجد. خلال الأيام التالية نقلت العدوى لأشقائه ووالدته. توفيت الوالدة والشقيقان هشام وعبد الفتاح خلال يومين. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة العائلة مع الوصم. رحنا منظمنا بقى اتجمع كله في كفر الزيات، وبعد كده في حالات راحت مستشفيات اللي هي مستشفى أهل، وبعد كده في مجموعة بقى طلعت على المنصورة، مستشفى المنصورة مش مستشفى المنصورة إلى جامعة المنصورة، وفي مجموعة تانية راحت جامعة طنطا. طبعا اتفقنا على التليفونات، أنا كارتني معايا ومراتي وبنتي. وصل عدد مصابي الأسرة ل 48 شخصا تم توزيعهم على 3 مستشفيات. لأن كنا رايحين لسه في البدايات يعني، البلاء حط عندهم هم. دفنت الأم غالية في مسقط رأسها بمحافظة الغربية. وبعد كده ظهرت حالات عندهم هم، خلاص بقى عادي اتفرجوا على التعتيم وعلقوا يافطة على الطرف كل الحالات دي اتفرجت. طب كنتوا عارفين ليه؟ تخيلي لما الناس تقف بخالي في البلد واخته ومش عايزين ياخدوا اخته الساعة عنده، وتراجع وتراجع ابوها. لكن دفن الوالدة والشقيقين لم يكن الأزمة الوحيدة، فتم تسريح بعض أفراد الأسرة من أعمالهم بسبب الإصابة. وجبوا ده كورونا وانا اترفدت يعني، مش يا دوبك قعدت يومين في الحجر الصحي. انا اصلا شغلانتي بشتغل في مطاعم سياحيه. ورغم مغادرته المستشفى منتصف مايو الماضي يبحث محمد عن عمل حتى الان، وتستمر تفاصيل الخوف من عائله الخضري. لا متواصله لغايه دلوقتي يعني، اللي بيجي له مرض ده لا 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 تقريبا بيفتحوه بيبعدوا عنه بيتجنبوه بيعملوا كل حاجه. اقرب الناس ليا في السابع من إبريل الماضي دخلت العائلة العزل الصحي، وغادرت أخراهم المستشفى في 23 من مايو. ما زالت آثار التجربة محفورة بقلوب عائلة الخضري. تلقى جميعهم معاملة مختلفة بعد الإصابة. انفض عنهم الدعم من المحيطين، بعضهم يحاول الخروج لكسر الحواجز، فيما زال البعض الآخر يعاني. انا لحد دلوقتي انا مش قادر استوعب اللي انا كنت فيه، ومش قادر استوعب الجرح اللي الواحد اتجرحه يعني. مش من المرض نفسه والله، والله ما المرض ده قضاء ربنا، ولو ربنا كان اختارني انا كنت هبقى مبسوط وراضي، ولو اختار اي حد فينا برضو انا مبسوط وراضي. بس مسيش يعني فراق الاخ صعب، وفراق الام صعب. امي كانت احنا يعني كانت بتحس بينا من قبل اي حاجه يعني. يعني انا ما كنتش اقدر اعمل حاجه لما اشهرها الاول، وهي اللي كانت بتقف لنا في كل حاجه وبتسد معانا في كل حاجه، ويجي في الاخر ما اعرفش ادفنها.